قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الاقتصاد أليكسي أوليوكاييف من منصبه كما قررت محكمة وضعه قيد الإقامة الجبرية إثر اتهامه بالحصول على رشوة عبر الابتزاز. وشغل أوليوكاييف منصب وزير الاقتصاد منذ 2013، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة. رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قال طبعا هو وضع صعب بالنسبة للذين هم في السلطة ويشغلون مناصب في الحكومة. ما حدث يتجاوز قدرة الاستيعابية. لقد تحدثت عن الموضوع مع الرئيس وله نفس وجهة النظر. مع ذلك التحقيق الأكثر شمولية لما حدث يجب أن يتم في إطار التشريع الحالي. لجنة التحقيق في روسيا قالت إن الوزير طالب إدارة روزنفت برشوة بقيمة مليوني دولار مقابل موافقته على شرائها شركة باشنفت التي تملكها الدولة. وأضافت هذه الهيئة التي كلفت بأهم التحقيقات الجنائية في روسيا أنه هدد باستخدام سلطات مرتبطة بمنصبه لعرقلة نشاطات الشركة إذا لم تدفع له رشوة.